السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة بسمتي. الطريقة تاع اليوم طريقة كوفر مكيف، مكيف تاع الهواء، كوفر كليماتيزم. ندير لكم الطريقة، هو خدمت هذا، خدمت هذا وجدته اللي خدمته، ندير لكم الطريقة تقدروا تستافدوا منه كمشروع، ومشروع مربح. نعطيكم العبر تاع القماش، شارية القماش وشارية هاد لاكيبار هذا، عاود باش نديره هنايا. تبغيو ديروا حتى بالقماش تبليه وتخدموا به تقدروا. القماش تاعنا، القماش تاعنا شريته 12000 المتر. القالون تاع البرودين تاعنا شريته 3000 المتر، هذا 3000 المتر وهذا 5000 المتر. هذا فيه هنا دوبلي وهذا فيه غير جهه، فيه غير هنا، هذا ب 5000 وهذا 3000، والقماش قلت لكم 12000. تحسبوا القامه نتاع القماش ونتاع القالون تاعكم في اي قماش، تحسبوا خدمة يديكم 30000. نعطيكم الطريقة نتاع العبر نتاع القماش. ها هو الكليماتيزور، فيها في الطول نتاعها 80 سنتي. القماش جدرو 25 تاع قماش، متر و 25 سنتي يكفيكم. الكليماتيزور اللي تكون كبيرة تستعملوا متر ونص. بالقالون تاعي نتاع البرودي هذا الركبة، القالو الركبة هنا في الوسط باش يجي كديكور، هكا ديروه كديكور. تقدروا قلت لكم تستعملوا اي حاجه تجيكم هنا ديروها ديكور. نركب القالون تاعي ونوليو ندير ونوليو نمشي. العرض تاع القماش تاعنا 78 سنتي، ها هو هنا 78 سنتيم، والطول تاعه متر ومتر و25 سنتي. هاي دروك ندير لكم الطريقه نتاع الفصاله باش تفصلوا الكوبر كليماتيزور. هاي بهالطريقة، هاهي تطويوه بعد ما لصقنا هذا، هو هذا لصقناه، تطويو القماش تاعكم، تطويوه هكا بهالطريقة، تطويوه على الجهة تاع الطول، هاهي هكا طويل، توليو تطويوه هكا، هاهي تطويوه على ربعة، كيما نفصلو كوفر ماتلا. نجيو للجناب تاع القماش تاعنا هنا، في الجناب تقلعو 25 سنتيم، هاهي. هنا 25 سنتي، تعبروا هنا تراسيو بستيلو باش تخرج لكم قد قد. ها هي عاود هنا منها 25 سنتي، ها هي 25 سنتي من 25 سنتي، تعبروا هنا، جيبوا هنايا تعبروا قد قد باش ما يخرج لكمش مايل. ها هي بهالطريقه هنا ديروا 25 سنتي، هنا عاود نولي هنا، نولي بهالطريقه. ها هي عاود هنا، هاهي 25 سنتي هنا. دروك نقصو هاد المربع، هاد المربع نقلعوه. هاهي هنا، هاهو قلعنا المربع نتاعنا، هاهو نقلع. دروك واش نديرو؟ نديرو نخيط دروك هذا، هاد المربع اللي قلعت، هاد المربعات اللي قلعتهم نولي نخيطهم، نلاقيهم هاهم نخيطهم، نخيطهم بربعة تاع الجهات، ونولي نزيدو نكملو الطريقة، نوريكم كيش تزيدو عاود تكملو. هاي نخيطهم ونولي ربعة تاع الجهات اللي قلعتهم، المربع اللي قلعته نولي نخيطه كيما نخيطو كوفر مارلا. كملتها، هاي خيطت لها الجنب تاعها عفوا، خيطت الجوانب نتاع القماش تاعنا نتاع الغطاء نتاع المكيف تاعنا، هاي خيطت الجوانب تاعها ربعه هادو، خيطتهم ودرت لهم زيكزاك، درت لكم هكا بالكحل باللون الاسود هكا باش يبان لكم باش تشوفوا مليح. هاي مام هنايا في الكفه هنايا، هاي هنا هذه الكفه التحتانيه. درك واش باقي لي هنا؟ باقي لي نكف، ندير كفه هكا، درت زيكزاك باش ندير غير كفه وحده هكا. الا عندكم الزيكزاك تستعملوا هكا، ما عندكمش ديروا كفه صغيره وتوليو ديروا الكفه نتاع لاستيك بهالطريقه. دروك انا واش اللي غادي ندير؟ دوك راني دايرت لها الزيكزاك، كاع راني مدور على هنا على الغطاء نتاعنا نتاع المكيف بهالطريقه. هيا ديروا كفه هكا صغيره، هاد الكفه نديروا فيها لاستيك نتاعنا. هاي نكمل الكفه نتاعي، بقات لي غير الكفه، ندورها كاع على الغطاء نتاعنا نتاع المكيف. الطريقه الكليماتيزور عندها هادو لداخل، بالك راكم شايفينهم، هادو تقلعوهم تنقيوهم، هنا يجيو لداخل هنا يكونوا مغبرين، كانوا عندي مغبرين قلعتهم غسلتهم، وغادي نولي نبلاصيهم بلايصهم، وتوليو عاده تغطيو بالكوفر نتاعكم نتاع الكليما تاع المكيف باش ما تقعدش الكليما نتاعكم مغبره، باش تقعد نقيه.
نبلاصي هادو ونوري عاود ندير لكم الكوفر تاع الكليم تاع المكيف تاع الكوفر مكيف تاعنا تاع الكليماتيزور لصقته. ها هو هذا هو الكوفر تاع الكليماتيزور، باقي لي غير من الجنب هذا نزيد نكحش شويه نزيد نلصقه مليح. يجي هكا يجي شباب من التحت، تدخلوه بكاين شي حاجه هكا يدخل لكم باش ما تدخلكمش الغبره من الداخل من التحت. هذه هي النتيجه نتاعه، النتيجه نتاعه جات هايله. خدمت واحد الكليمه هذه وخدمت الكليمه، خدمت زوج، قلت لكم تقدروا تستافدوا منهم كمشروع المبتدئات، وان شاء الله يعجبكم. والى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم، ما تنساوش اللي ماشي مشتركين معنا في القناه تشتركوا معنا في القناه. مع السلامه ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.